سمير. طيب بس خليني اخلص فقرتي بس عشان اخلص المتسابق اللي معك حبيب قلبي. طيب ارجع بس خليني اخلص وارجع ادعك اكلمكم. عندنا فقره وعندنا وقت وعندنا يلا. اذا ريال عمري اعطونا الدولاب الريان. بسم الله يا ريان. بسم الله يا ريان. شاهي فلقة شو اسمه؟ شو اسمه؟ قلت له يلا حد نص. شو اسمه شاهي؟ قفله 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 يلا قفله. وين ايش قاعد اشارب فيه يعني؟ يلا والله اللي ورع. يلا يلا الله يسعدك. يشهد بالله انا شاهي زين. يشهد بالله. يلا اعطونا الدولاب لريان. بسم الله هات الدولاب هات. بسم الله. و راحت الخصم يا ريان وانت الحين مرتاح. لا 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 مبروك للي بعدك. اللي بتاخذه تعطيه للي بعدك. يلا عندكم مارسين اليوم معنا. من هو اللي بعد؟ اعطونا السؤال. السؤال يقول من هو ابن نوح الذي مات غرقا بالطوفان؟ كنعان ولا حام ولا سام؟ يلا عينك علي. من ابن نوح الذي مات؟ انتظر. هو انا بين اثنين الحين. يلا اللي في الوسط واللي في اول واحد. يلا يلا كنعان. كنعان اجابه صحيحه. يا سلام عليكم 100 درجه. يلا ميبلك اللي بعد ايش اللي بعدك. يلا اعطونا الدولاب. اعطونا الدولاب. سعد يلا الدولاب يقول الدولاب يقول يا ريان موجب ولا سالب؟ والله الاصفر يخوف. ها سالب. موجب كم؟ فوز. والله 600. والله 600. شكرا لك يعطيك العافيه. ابو البراء بطلبك في حاجه قبل ما يلا بطلبك في حاجه. ها سم. في الشباب اللي حضروا سعد الشيري وحمد ان شاء الله. ابشر بشوف. ابشر تكفى على خشب. هم حضروا تعبوا. مو ملكي. انا عارف مو ملكي. انا عارف ان اعداد. اسف والله مو ملكي بس ابى اشوف. ابشر عشان 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 بس عشان. ابشر الوقت شفت. ها ريان معليش المخرج. ها يلا اعطنا القرعه. لا القرعه القرعه.